15 حالة يعاينها طبيب واحد في اليوم الواحد، وعدد المرضى في تزايد إضافة إلى شحة الدعم ونقص المواد وضعف الإمكانيات. هكذا يعاني مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي في محافظة عدن. للأسف شديد الدعم الذي يقدم الحكومة دعم لا يذكر، فالدعم الذي تم إنشاؤه والدعم الميزاني التي تقدم هي بند أدوية ومستلزمات طبية هي 15 مليون لا غير في العام، وهي لا تكفي المواد لعام كامل، حيث أن الطرف الصناعي يكلف أكثر من ذلك الطرف الواحد، ما بالك الميزانية البند الأدوية هو 15 مليون في العام، أيضا إلى بند الصيانة هو 100 ألف. وللأسف الشديد منذ اندلاع الحرب إلى يومنا هذا لم تقدم الدولة أو تقرا على زيادة بند من هذه البنود. في العام 2000 تأسس المركز الوحيد في العاصمة المؤقتة عدن، ولا يزال يقدم خدماته الطبية ويستقبل الحالات المرضية بمختلف الفئات العمرية، والتي تزايدت منذ اندلاع حرب الانقلاب التي تدور رحاها في البلاد منذ 4 سنوات. في ازدياد، يعني ازدياد، وفي اتخيل معانا يعني لائحة بقائمة منتظرين نتصل للمرضى، في ناس يقوموا من يافع لأنه ده المركز الوحيد اللي هو حكومي، فالناس مش قادرة تروح خاص أقل شيء الجلسة ب2000. المركز الذي بث في نفوس المرضى الأمل يطالب الجهات المختصة بتقديم دعم تشغيلي والمساهمة في انتشال واقعه المتردي حتى يستطيع الاستمرار في أداء مهامه والالتفات الجاد لوضع كادره وموظفيه، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي ضاعفت الأعباء وساهمت في تراجع أدائه بشكل ملحوظ. حنين جمال، بلقيس، عدن.